مشاهدي الكرام، أسعدتم مساء وطابت أوقاتكم. مرحبا بكم إلى برنامج جديد، برنامج عين على الجالية. عين على الجالية هو برنامج سياسي اجتماعي ثقافي يأتيكم مساء كل سبت على قناتكم الجزائر الدولية. يهدف البرنامج إلى خلق جسور مع جاليتنا بالمهجر ونقل انشغالاتها إلى المسؤولين وصناع القرار، تواصل دائم مع الممثليات الدبلوماسية بالخارج وإطلاعها على اهتمامات أبناء جاليتنا أينما كانوا. عين على الجالية فضاء مفتوح لكل أبناء الوطن بالداخل والخارج. عين على الجالية فضاء مفتوح لكل أبناء الوطن بالخارج. الجالية الوطنية ستبقى جزء لا يتجزأ من الوطن الأم الجزائر، فكونوا في الموعد مشاهدينا الكرام للوقوف على انشغالات الجالية. أسعد باستضافة كل من الأستاذ عبد الحكيم بغرارة الإعلامي والمحلل السياسي. مرحبا أستاذ. مرحبا، شكرا على الدعوة وأهلا بالمشاهدين وبالضيوف الكرام. شكرا أستاذ بغرارة. وسيكون معنا عبر خدمة سكايب من باريس الأستاذ محمد بن خروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج. مرحبا أستاذ بن خروف وشكرا على قبول الدعوة. مساء الخير، شكرا على الاستضافة ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيفك الكريم. شكرا الأستاذ بن خروف. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ النقاش مباشرة. إذن مشاهدينا الكرام، نعود مباشرة ونبدأ في النقاش. على مدار 3 أيام احتضن قصر الأمم بالعاصمة ندوة سميت بندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. في هذه الندوة الافتتاحية كانت للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أعطى اهتماما كبيرا للجالية الوطنية بالخارج. نتابع جزء من هذه المداخلة ونبدأ النقاش. بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، فيقع على عاتقكم ابتكار الأساليب والمناهج لضمان ترجمة فعلية وعملية للأهمية الخاصة التي أوليها شخصيا وتوليها الجزائر وتوليهنا حتى أنتم لهذا الموضوع. فالمطلوب منكم ومنا ليس فقط الاهتمام بانشغالات والاستجابة لاحتياجات، وإنما أيضا تعزيز روابطها مع الوطن، روابط جاليتنا مع الوطن، وإشراك أفرادها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، وكذلك في الجهود الرامية لتعزيز مكانة ونفوذ الجزائر في الساحة الدولية. فجاليتنا المتواجدة في جميع أنحاء العالم لها من الكفاءات والمهارات ما يمكنها من تقديم إضافة نوعية لجهود التنمية في البلاد، وهي مدفوعة برغبة قوية وإرادة كبيرة في سبيل ذلك، ولا تطلب إلا إشراكها في هذا الجهد الجماعي عبر ريادة الأعمال المبتكرة وتبادل الخبرات والتدريب لذلك، وتمكين أفراد جاليتنا الذين يتمتعون بإمكانيات هائلة من تقديم مساهمتهم. وعليكم التواصل مع الجالية من خلال وضع أرقام هاتفية مجانية وفتح قنوات اتصال مستمرة مباشرة أو إلكترونية مع الجاليتنا. احنا كنا التزمنا، انا شخصيا التزمت اني ادافع على كل جزائري اينما كان، ولو في ابعد بلاد فهو تحت حمايه دولته. اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه في افتتاح ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التي انتهت أشغالها منذ يومين. أبدأ معك الأستاذ محمد بن خروف من باريس.
أشكرك أولا على قبولك الدعوة وصبرك معنا. كيف استقبلتم أنتم كجالية ما توجيهات أولا رئيس الجمهورية ثم مدخلة وزير الشؤون الخارجية سيد رمطان العمامرة، ثم كانت هناك مدخلة للمبعوثة الخاصة لوزير الشؤون الخارجية المكلفة بالجالية الوطنية بالمهجر السيدة السفيرة طاوس جلولي؟ الأستاذ بن خروف، ما هي قراءتك لما قاله رئيس الجمهورية بخصوص الجالية التي غيبت ربما لسنوات؟ أكيد وحرص رئيس الجمهورية شخصيا على التنويه بصبر الجالية لسنوات أمام ما عانته أو تعانيه. أتفضل الأستاذ بن خروف. شكرا لك. كما تعلم أستاذ عبد الكريم ويعلم المواطنين ويعلم كل المسؤولين حتى في أعلى مستوى بمشاكل الجالية وتفاقم هذه المشاكل عبر يعني أكثر من عقدين من الزمن أو ثلث عقود من الزمن، وبالتالي فكانت محاولات من جهة من لإصلاح أو تقريب الجزائر دولة المؤسسات بالجالية، ولكن فشل كل هذه المساعي فشلت وبقيت الجالية تخبط في هذا، إلا أن ظهرت فجوة عميقة هي عدم ثقة الجالية في الدولة، وأيضا الدولة ربما كانت تسير بعض القطاعات تسير عشوائي لا مسؤول قولوها. واليوم عندما نسمع خطاب الرئيس عبد المجيد تبون قل أنه عاد الأمل، لماذا؟ لأنه صوت الجالية وصل إلى أعلى مستوى وهو مؤسسة رئاسة الجمهورية. نعم. وكان الرئيس عبد المجيد تبون يعني لما نعود شوية للوراء في الحملة الانتخابية كان أعطى أهمية بالغة للجالية، وكان من الخطوات أيضا اللي بعد ترشح بعد يعني توليه منصب الرئاسة أن نتحدث عن الجالية مرتين أو ثلاث مرات، وكل مرة يشير إلى يجب التقرب من الجالية ويجب يعني الإصغاء إلى مشاكلها يعني بصفة عقلانية ودراستها، وبالتالي فيجب الإصلاح ما يمكن إصلاحه في أسرع وقت ممكن. لماذا؟ نعم. لأن الجزائر اليوم نعم. تعيش مرحلة حاسمة في تاريخها في تطورها، وأن الجزائر تحتاج إلى كل أفرادها إلى كل أبنائها دون إقصاء. الملفت الأستاذ بن خروف، أستسمحك الأستاذ بن خروف، اللافت في كلمة رئيس الجمهورية في افتتاحته الندوة مخاطبا طبعا رؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصلة، قال شخصيا أولي اهتمام وأطالبكم جميعا بإشراك الكفاءات الوطنية. أنت باعتبارك رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج يعني أطباء رياضيين كتاب صحفيين أدباء وغيرها، يعني برأيك اليوم حلم العودة إلى الوطن تبخر إن صح التعبير، ولكن هناك حلم آخر وهو أن تساهم الجالية بإطاراتها من البلدان التي هي فيها، لأن معظم هذه الإطارات بين قوسين إذا كانت توافقني الرأي درست مجانا في البلد وتكونت داخل البلد، إلا أنها اليوم تسعد شعوبا أخرى وبلدان أخرى. أخطر ما يمكن أن يعني أن تتحمله الشعوب وهي أن تستنزف منها خيرة أبنائها. نعم. الجزائريون الذين درسوا في الجزائر حتى يعني الجامعة من الابتدائي الجامعة، نعم، فهم مدينون للجزائر كوطن بأنهم تحصلوا على تعليمهم يعني بالمجان، وأنهم استطاعوا أن يتحصلوا على الشهادات التي مكنتهم من فرض وجودهم في البلدان التي يقيمون فيها. نعم. وبالتالي فلما وجدوا هناك المناخ الملائم والوسائل والإمكانيات استطاعوا أن يبرهنوا وأن يذهبوا بعيدا ويفجروا طاقاتهم، هذه الطاقات التي صنعت مجد هذه البلدان. نعم. فهم يعني بعد أن ثبتوا ذلك هم يريدون أن يصنعوا هذا المجد لبلدهم وهو أولى بذلك، وبالتالي فمنذ أكثر من 20 سنة ونحن يعني ننادي بهذا والكل يقول نعم يجب إشراك الكفاءات، لكننا كنا
يعني نفتقد إلى إرادة سياسية حقيقية. اليوم هذه الإرادة السياسية أستطيع أن أقول لك أنها موجودة، توفرت وهي موجودة فعلا، يعني تخصيص مؤتمر خاص بالبعثات الدبلوماسية والهيئات الدبلوماسية والبعثات القنصلية للنظر عن كثب لاحتواء هذه المشكلة وبالتالي إصلاحها إصلاح عميق، مثل ما فعله الرئيس في مع لقائه في الولاد فيما يخص مناطق الظل. أعتقد أنه إرادة سياسية موجودة حقيقية من الرئيس، وبالتالي تكليف المسؤولين على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والممثلة أيضا السفيرة للجالية، أعتقد أن الجهد السياسي موجود. يجب الآن تكثيف الجهود وتكثيف الروابط مع المجتمع المدني في الجالية. لماذا؟ لأنه في السابق الأستاذ مخروف أستسمحك حتى نعطي حتى نشرك ضيفنا داخل الأستوديو الأستاذ عبد الحكيم بغرارة. الأستاذ بغرارة، سمعت ما قاله الأستاذ بن خروف إلى أن كلمة رئيس الجمهورية مخاطبة البعثات الدبلوماسية قال بأنه حبذا لو تكون هناك سنة حميدة أن رئيس الجمهورية يلتقي البعثات الدبلوماسية مرة كل 6 أشهر أو مرة في السنة. هنا قراءة ضمنية، يعني ما القصد من هذا؟ خاصة أنه دعا إلى أن البعثات الدبلوماسية ما تبقاش في دور التمثيل فقط، وإنما تنتقل إلى التأثير، الاستباق، الاستشراف إن صح التعبير. وحقيقة تحليل كلمة رئيس الجمهورية أو في قراءة ما بين السطور هو يعكس عدم رضا رئيس الجمهورية أو السلطة على أداء الممثليات الدبلوماسية. كلمة رئيس الجمهورية التي خصص لها جزءا للجالية الوطنية بالخارج بالكامل، نعم، وقارنها مع الدبلوماسية الاقتصادية، وهذا لأهداف استشرافية استراتيجية. وعليه فيمكن تقسيم الجزء الذي خص به الجالية إلى 6 محاور، حيث أكد في المحور الأول رئيس الجمهورية بأن التمثيليات الدبلوماسية لا يجب أن تنظر إلى الجالية بأنها فئة معوزة تطالب فقط بتحسين أسعار النقل وبنقل التبرعات وبالاستجابة لشكاويهم الضيقة. وبعد أن تطرق إلى هذا الأمر، والذي أعتقد بأنه كان نظرة نمطية في الجميع، خاصة حتى على المستوى الاجتماعي ينظرون إلى المهاجرين بكلمة جولي زيميغري أو، وبالتالي فهذه الأحكام المسبقة أو النظرة النمطية يجب أن تتغير. لحل هذا الإشكال قال رئيس الجمهورية بأنه لا يجب أن ننظر إلى الجالية على أنها فئة معوزة، بل قال بأنها هي فئة كفأة ويجب ربط جسور التواصل معها لإعادتها إلى الوطن. ثانيا قال رئيس الجمهورية بأن هذه الجالية يجب إدماجها في الحركية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأعتقد بأنه في الجزء الثالث من الفقرة التي وجهها للجالية كان رداً على المادة 63 من دستور 2016 الذي حرم مزدوجي الجنسية من المناصب العليا ومن الترشح، وأعتقد بأن رئيس الجمهورية بعث لهم رد للاعتبار من خلال حثه على إدماج الكفاءات المتواجدة في الجالية وإدماجها في السياق، يعني تعزيز الدبلوماسية الجزائرية وتمكينها من التموقع في مختلف أنحاء يعني الهيئات والمحافل الدولية. من المحاور كذلك دعا الرئيس إلى ضرورة الاستنجاد بالكفاءات الوطنية المتواجدة في الخارج على شاكلة مكاتب استشارات أو نقل خبراتهم في ريادة الأعمال وفي مختلف المجالات. وأهم أمر أعتقد بأن الرئيس قال بأنه يجب توفير الأدوات والآليات لتجسيد هذه الاستراتيجية، وهذا أمر مهم جدا، لأن أعتقد بأن السفراء والقناصلة طلبوا بحقهم في صلاحيات وفي آليات يعملون بها حتى تكون الأمور واضحة. لأن أعتقد في منذ الاستقلال إلى يومنا كانت الدبلوماسية الجزائرية خاصة التمثيليات بغض النظر عن العمل الدبلوماسي الجزائري كانت عبارة عن مقرات فقط، لا يخرج السفير أو القنصل من المكتب ويكتفي بمجيء الناس إليه، وقد نكتشف بأن لدينا تمثيليات عند المواعيد الانتخابية. هذه النظرة النمطية يجب أن تتغير، وبالتالي أنا أقول بأن الجالية الوطنية في الخارج هي مورد بشري، والمورد بشري في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية
هي تأتي قبل رأس المال، وبالتالي فغياب المورد البشري الكفء هو الذي يجعل الاستراتيجيات تفشل ويجعلنا نصرف الكثير من الأموال أو نخسر الكثير من الأموال والجهد دون أن نرى نتائج لأي عمل، وهذا ما عاشته الجزائر منذ الاستقلال. فالمشاكل التي تخص المواد الأساسية وقطاع البناء والكثير من القطاعات التي لم نحقق فيها الاكتفاء، هذا يدعونا إلى مراجعة الاستراتيجيات والكفاءات التي تشرف على هذه المشاريع الكبرى. وقد نجد في الجالية الجزائرية في الخارج الكثير من الحلول لهذه الإشكاليات بحكم تمرسهم واكتسابهم لخبرات. أعود كذلك إلى لقاء رئيس الجمهورية بالبعثات الدبلوماسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأعتقد بأنه هنا يبحث عن الكفاءات في مجالات وتخصصات معينة. فالمعروف بأن الجالية الجزائرية في كندا هي من أرقى الجاليات ومن أحسن الكفاءات المتواجدة هناك، وبالتالي لا يجب النظر للجالية على أنها متواجدة فقط في فرنسا، وهذه كذلك نظرة نمطية على مستوى الإعلام أو على مستوى السياسات. وبالتالي فالإلمام بالجالية الجزائرية التي تفيد الإحصائيات بأنها في حوالي 7 مليون، وهذا ما يجعلها الدولة الخامسة في العالم التي تصدر جالية إلى الخارج. وبالتالي الحديث عن فرنسا، يعني استسمحك الأستاذ بغرار الحديث عن فرنسا، لأن هناك 5 مليون جزائري، يعني 2,200,000 هذو اللي مسجلين في القنصليات، الغير معروفين يتجاوز 1 إلى 1.5 مليون بدون أوراق، يعني اللي سون بابي. يعني الرقم هذا الهائل هو اللي خلى فرنسا دائما تكون الأقرب في المثال والمعالجة بحكم التاريخ كذلك. يعني الجالية الأولى أو الجيل الأول كانت الهجرة سنوات 60 وبعد 70، واليوم عندنا الجيل الثاني والثالث في الجالية بفرنسا خاصة. وأعتقد بأن هذه الخصوصية راعتها السلطة من خلال ربما تواجد 18 قنصلية في فرنسا. وهذا بيعكس يعني التكفل الجيد بالجالية، فقط تبقى أمور تنظيمية وإيجاد الآليات للتطبيق حقيقة وأدوات للتواصل، خاصة فالدعوة إلى إنشاء مواقع إلكترونية وأرقام خضراء هو دليل لرفع مستوى الاتصال. هذا ما نراه في الجزء الثاني أستاذ بغرارة. أعود إليك الأستاذ بنخروف قبل أن نتابع الجزء الثاني في كلمة رئيس الجمهورية. هناك مشكل أثقل كاهل الجالية، خاصة أنه مس بكرامة الجزائري، وهو قضية التأمين على الحياة أو نقل الجثامين. نتابع ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية في حوالي دقيقة في الجزء الثاني، وأعود إليك الأستاذ بنخروف. أرجو منكم أن تخصصوا لهذه العملية مجهودات، يعني مجهودات ربما اللي ما بدناهاش لحد الآن. أنما الجالية الجزائرية البعض منهم ترعرعوا في مناخ غير مناخ داخلي تاع الجزائر، معليش راهم يبقوا جزائريين بجنسيتهم الجزائرية ويعتزوا بجنسيتهم الجزائرية، ونتصدى لكل من يريد يعني أن يحتقرهم أو يظلمهم في أي بلد كان. نعطوهم دي نيميرو فير، والمكان المواطن عنده مشكل مع رجال القانون المحليين الشرطة ولا كذا، يتصل بالسفارة تاعو، والسفارة إلا اختلطت الظروف أنا ما نشوف حتى مانع باش في الميزانية يكون عندكم بند اللي يسمح لكم باش تخلقوا مجموعة تاع محامين أساسهم الدفاع الجزائريين أينما كان، ربما عندهم شو سائل. كذلك بالنسبة للجزائريين اللي أصابتهم مصيبة في الخارج، توفى ولا يعني هذه ما بدون نقاش. المهم أن الجثمان يصل إلى الأهل هنا ويقوموا بالجانب بتاعهم الواجب بتاعهم، الوثائق نصلحها بعد مع السفارة ومع القنصلية ومع ما هوش هذا اللي غادي يعني يتسبب في 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 مصاريف مالية كبيرة ولا. مهم أننا نعرف أن الإنسان بصفة عامة وبالأخص اللي عايش في الغربة لما يفقد عضو من العائلة نتاعو ويبقى يعني وحده، لما توجد توقف مع السفارة يفو بالنسبة للأمباسات تاعنا دي كونسولا بالأخص وين متواجدة جالية قوية
تكون عندكم دي 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 زاكومبانياتور بالنسبه للجزائريين اللي يعني راهم مصابين مثلهم مثل غير. إذن كان هذا الجزء الثاني في كلمة رئيس الجمهورية بخصوص محور الجالية الوطنية بالخارج. الأستاذ محمد بن خروف، قضية التأمين على الحياة بالإضافة إلى نقل الجثامين، أنت تعرف المشاكل اللي كانت مع بعض الشركات المتخصصة في نقل الجثامين باتجاه عدة دول أو ما يعرف بليبون في نابيجيلمان، يعني أحيانا الجزائري ليس لديه ثمن لنقل الجثمان إلى الوطن الأم ويدفن بكرامة. ها هو رئيس الجمهورية اليوم يمد يده للقناصلة والسفراء والممثليات، يعني الدبلوماسية بصفة عامة في كامل بقاع العالم أينما وجدوا، للنظر في هذا الإشكال وحفظ كرامة الجزائري. ما قراءتك لما جاء في خطاب الرئيس أستاذ بخروف؟ شكرا. قلت خطاب الرئيس جاء واضحا، وجاء أولا يعتني بكرامة الجزائري، وهذا شيء مهم جدا. يعني قبل أن تطلب من الجزائري أن يكون وطنيا أو أن يحب هذا الوطن إذا لم يحفظ له الوطن كرامته. وبالتالي فقلت النقطة الأولى التي تطرق إليها خطاب الرئيس تقول وهي مهمة جدا، هي حفظ كرامة المواطن الجزائري والدفاع عنه أينما كان، بغض النظر عنه إذا كان مولود في الجزائر أو مولود في أقصى بقعة في العالم، إلا يكفي أن يكون جنسيته جزائري وحامل جواز سفر جزائري. حتى ولو حتى يعني أنه تجاوز مشكلة ليبي ناسيونور أو مزدوجي الجنسية. الأستاذ مخروف، يعني مشكلة مزدوجي الجنسية انتهت الآن، لا تطرح مشكلة. نعم. تطرق لماذا؟ تطرق إليها لأن يرفع بعض الغموض الذي ما زال بعض الأوساط يعني تبث في أوساط الجالية. وهذا يعني أنتم مشكورين على الحصة هذه، حصة مع الجالية اللي تعتبر يعني همزة وصل بين الجالية وصوتها إلى المسؤولين لاتخاذ القرارات. وبالتالي فهناك بعض الأوساط اللي تشكك في كل شيء. نقول اليوم أن خطاب هذا واضح، واضح جدا، يأتي كإرادة سياسية ويجمع حوله يعني كل المسؤولين في القطاع، وأن يشرك أبناء الجالية في هذا المجهود الذي يريد من خلاله أن يعيد الاعتبار للجزائري أينما كان، وأن يشرك الجالية يعني إشراكا تاما في هذا المجتمع الجزائري، وأن يكون الهدف واحد وهو الجالية أنها تستطيع أن تخدم الوطن من خلال أن حماية الوطن لها والدفاع عن يعني عن كرامتها. وقلت النقطة يعني قالها جيدا، الدفاع عن الجزائري أينما كان فهو تحت حماية الدولة. عندما يحس الجزائري أن وراءه دولة تحميه، هذا الجزائري أنه من يعمل كل شيء من أجل أن يخدم وطنه. قلت والأمثلة موجودة والبرامج موجودة والمشاريع موجودة. نعم. أنه في جزائريين في سواء كانت كفاءات يعني علمية جامعية اقتصادية كبيرة اللي تساهم من قريب أو من بعيد يعني عن 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 بعد في البلدان التي يعني تقيم فيها، لكن اليوم أصبح العالم قرية صغيرة عبر الإنترنت عبر وسائل التكنولوجيا تستطيع أن تساهم في خدمة الوطن في شتى المجالات. وبالتالي فأعتقد اليوم أن المسؤولين على مستوى القنصليات والسفارات أن يهتموا وأن يأخذوا هذا يعني التعليمات بعين الاعتبار. لماذا؟ لأنهم اليوم تقع على عاتقهم مسؤولية تجسيد هذا البرنامج الذي يهدف من خلاله الرئيس عبد المجيد تبون إلى إصلاح هذه المنظومة التي عرفت ركودا في وقت من الأوقات، وبالتالي المرور إلى يعني خطوة جديدة في إطار مشروع تكاملي. هذا المشروع قصير المدى، يعني التكفل ليس فقط بالانشغالات مثل ما ذكرها في خطابه بالانشغالات اليومية للجالية، إنما يجب إشراك هذه الجالية كمجهود
كلي في هذه المجهود الوطني من أجل الدفاع عن الجزائر، من أجل حماية الجزائر، ومن أجل المساهمة كليا في بناء هذا الجزائر الجديدة التي كانت حلما، واليوم أعتقد أنه اللبنات موجودة، الإرادة السياسية موجودة، يجب الآن يعني إعادة الثقة. الأستاذ مخروف، وقت المحور الأول للأسف انتهى. الأستاذ بغرارة رئيس الجمهورية لفتح قناة للتواصل يأمر بفتح خطوط خط أخضر للتواصل سواء وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو بقية المصالح الإدارية التي تربط بين المواطن الذي يعيش في المهجر والوطن الأم الجزائر. أسمع منك الإجابة الأستاذ بغرارة ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة لبرنامج عين على الجالية. لمن التحق بنا الآن، ضيفي دخل الأستوديو الأستاذ عبد الحكيم مغرارة الإعلامي والمحلل السياسي، وعبر خدمة سكايب الأستاذ محمد مخروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج من باريس. قبل الفصل الأستاذ مغرارة في كلمة رئيس الجمهورية في الجزء الثاني كان أشار إلى إنشاء خط أخضر النيميرو فير يسهل عملية التواصل ما بين المؤسسات نتاع الدولة والمغترب. هو حقيقة أنا أعتقد بأن السلطة أرادت أن تطرح مشكل التواصل والاتصال بين الجالية الجزائرية بالخارج ومختلف مؤسسات أو الوزارات هنا في الجزائر أو حتى على مستوى القنصليات والسفارات. فعالم اليوم من خلال تكنولوجيات الحديثة والتدفق الإعلامي هو عالم للإعلام والاتصال، والجزائر تعاني عقدة كبيرة من الإعلام والاتصال. فحتى إنشاء خطوط خضراء أو مواقع إلكترونية هذا على مستوى الخطاب والتسويق، وعندما تحدثت السلطة عن ضرورة إيجاد آليات لتجسيد هذه التوجيهات هو الأمر الصعب. فهناك بعض الذهنيات التي ترفض الاتصال ولا ترد على شكاوى مختلف يعني الرعاية الجزائريين أو الجالية المتواجدة في الخارج، وبالتالي نحن نتخوف من أن هذه التعليمات إذا لم تجسد ستصبح مشاكل وستصبح نقص ثقة، وسيقال بأن هي شعارات وهي كذا. وبالتالي فضرورة توفر المورد البشري الذي يقود هذه الإصلاحات لتغيير هذه الذهنيات هو أهم أمر. فالتواصل والاتصال يبقى مشكل كبير في الجزائر، حتى أننا لا نتصل على أبسط الأشياء فما بالك باستراتيجيات. وبالتالي فهذه الاستراتيجيات أو السياسات يجب أن تسخر لها فرق عمل وكفاءات لتجسيد هذه الأمور، لأن العلاقات البشرية تبقى أهم أمر لإنجاح أي مشروع. وهنا أود كذلك أن أوجه ربما نقدا أو ملاحظة إلى السلطة. الجزائر لا تغطي سوى حوالي 35% من دول العالم عبر تمثيليات دبلوماسية، وأعتقد بأن هذا نقص فادح ويجب تداركه. الجزائر في إفريقيا لا يتجاوز تمثيلياتها الدبلوماسية 32 بلدا، ونفتقد 22 بلدا لا توجد فيه تمثيليات. وبالتالي فتعزيز التواجد الدبلوماسي هو أمر مهم جدا. حقيقة عندما نظهر الجالية الجزائرية 7 مليون، لكن مستوى تمثيلها يبقى ضعيف جدا، وبالتالي فهذا الأمر مهم جدا، لأن القرارات الدولية حاليا هي تصنع بمدى انتشارك دبلوماسيا وتواجدك في مختلف الدول. إفريقيا مثلا اليوم هي إفريقيا لمن يذهب لها؟ إفريقيا لا تنتظر الذهاب إلى أحد لأنها هي مصدر كل خيرات العالم. وبالتالي فهذا الأمر مهم جدا، وتدارك التأخر في التمثيليات الدبلوماسية حتى أننا سمعنا مؤخرا بأن الجزائر لا تملك تمثيلية دبلوماسية في رواندا، وأعتقد بأن المشروع لفتح هناك يعني سفارة بعد مشاركة العمامرة في آخر قمة بين الاتحاد بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي والكثير من الدول الإفريقية التي باتت مهمة، ونلاحظ اليوم
الاتحاد الافريقي، وما يحز في النفس ان الكيان الصهيوني لديه علاقات مع 46 دولة افريقية، رغم انه لا يوجد في افريقيا وهو محتل لدولة فلسطين، لكن هذه الامور اصبحت يعني مهمة جدا، والحضور في مختلف دول العالم امر مهم جدا، لاننا لدينا مشاريع ل الترشح لمقعد غير دائم في الأمم المتحدة، وهذا يتطلب الذهاب إلى الدول وفتح تمثيليات قنصلية والكثير من الجوانب في عالم الإعلام والاتصال. وأنا أنصح تمثيليات دبلوماسية بالتفتح على وسائل الإعلام العالمية وتخصيص أوراق في الصحف أو حصص في التلفزيونات ولو من خلال سبونسورينج للتحدث عن الجالية الجزائرية في الخارج، وهذا ما يسمى في إطار التربية الإعلامية، وحتى إبلاغ رسائل الجزائر من الداخل إلى الجالية يتم عبر وسائل الإعلام من خلال يعني تخصيص صحف على شكل إشهار. فالتواصل والتبليغ بالمعلومات والانشغالات وماذا تريد الجزائر من الجالية يبقى أمر مهم جدا، مع استغلال كذلك مساحات التواصل الاجتماعي وجعلها يعني جانبا إيجابيا بدلا من توظيفها في أمور حتى يشعر المهاجر أنه فعلا جزء لا يتجزأ من الوطن الأم، ويبقى ذلك الحبل السري الذي يربط المواطن بالوطن الأم والانشغالات الموجودة، وحتى القوانين التي يسطرها المجلس الشعبي الوطني وتوافق عليها السلطة وتنشر في الجريدة الرسمية على الأقل يكون على اطلاع. حتى نبقى دائما في إطار مشاكل الجالية واهتماماتها وانشغالاتها آفاق وتطلعات، على هامش هذه الندوة التي انتهت مؤخرا، ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، اغتنمنا فرصة وجود أقول السفيرة الطاوس جلولي، وهي المبعوثة الخاصة لوزير الشؤون الخارجية مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. كان لنا معها هذا اللقاء، نتابع في دقيقة ونبدأ النقاش، نعود إلى النقاش عفوا. Il est vrai que nous sommes en train de mettre en place un numéro vert pour que notre communauté puisse faire part de ses préoccupations, et elles seront prises en charge par tous nos consulats et toutes nos ambassades. La garantie obsèque, il y a déjà le président de la République a donné des orientations pour que cette question ne soit plus un problème pour notre communauté. Je vais vous donner un chiffre sur les 2 200 000 Algériens installés en France et qui sont donc inscrits au consulat. Il y en a certainement plus. Nous recensons ceux qui sont... 60% c'est des binationaux. 60% sont des binationaux. Donc 60% des binationaux. Ouais. Parmi eux, il y a des gens beaucoup plus de la deuxième, troisième génération. C'est pour vous montrer combien cette communauté est attachée à son pays d'origine. Et puis, aussi, faire connaître ce que produit notre communauté. Nous avons des artistes, notre équipe nationale de football, je ne vais pas donner le chiffre. Ouais. Donc, tout cela crée des liens et notre rôle, c'est de les rendre encore plus étroits, ces liens, et plus riches. إذن كانت هذه كلمة السفيرة طاوس جلولي المبعوثة الخاصة لوزير الشؤون الخارجية السيد رمضان العمامرة، المكلفة بملف الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر. أعود إليك الأستاذ بن خروف من باريس، ما جاء في كلمة سعادة السفيرة طاوس جلولي، هل تراه أمر يعني مهدئ ل الغضب الذي أصاب بعض الأطراف التي لا أقول فقدت الثقة لأن الأمل قائم، وها هي السياسة الإرادة السياسية تتوفر اليوم؟ سمعنا كلمة رئيس الجمهورية في افتتاحته الندوة، وها هي الوزيرة المكلفة حاليا بالجالية تؤكد في نهاية هذه الأشغال بأن هناك ملفات كثيرة سيتم معالجتها، كل ما يتعلق بالجالية الوطنية. نعم، قلت ما تفضلت به السفيرة في تصريحها ممثلة الجالية أنها أعادت النقاط التي تم ذكرها في خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، وهذا تأكيد على أن التعليمات هذه يجب أن يتمسك بها كل يعني المسؤولين عن في القطاع عن الجالية وعن تنفيذ
مشروع أو مشروع إصلاح ما يمكن إصلاحه مع من أجل يعني إعادة الثقة للجالية في وطنها، هذه الثقة التي ربما كانت تهتز أحيانا، وبالتالي فاليوم أعتقد أن الإرادة السياسية كما قلت موجودة، وتطرقت إلى إعادة الجثامين. هذه أعتقد أنه يعني اليوم أكد مرة أخرى الرئيس بأن نرفع يعني الحديث نهائيا عن إعادة الجثامين. الجزائري يجب أن يعاد إلى وطنه، وبالتالي هذا يعني لا رجعة فيه، وتبقى الآن الوسيلة كيف يمكن تمويل هذا. كيف يمكن تمويله؟ شيء سهل جدا، وكنا اقترحناه مرات عديدة. يعني الجزائري حينما يتحصل على لاكاردي ماتريكيلاسيون بطاقة تسجيل في القنصلية يدفع يا سيدي 20 أورو فقط، هذا كل جزائري يدفع 20 أورو للتسجيل، هذا قادر يكفي وحده أن يبعث كل الجزائريين وحده فقط. إذن الإرادة السياسية موجودة، علماً الخطوات علماً أستاذ بخروف استسمحك، ماذا ينقص؟ ينقص يعني إعادة هذا، هذه هي مهمة الآن السفيرة وبالإشراك مع الجمعيات، إشراك الشخصيات الوطنية أيضاً المتواجدة في الخارج، إشراكها كلها من أجل يعني أن نبحث سبل كيف يمكن أن يعني أن نطبق هذا المشروع على أرض الواقع. وبالتالي مثل ما تفضل الزميل منذ قليل في البلاطو، الجالية هذه ليست مش مشاكل فقط يعني تلبية حاجاتها اليومية، الجالية هذه ما أسميه أنا في الكثير من المقالات ذلك الكنز الضائع الذي لن يعني تستفيد منه الجزائر بقدر الحجم الذي يمكنها يعني أن تستغني عن بعض القطاعات وتستثمر في المجهود هذا بتاع الجالية. نعم. الجالية كلها يعني خبرة وتجربة وايضا اقتصاد من غير مباشر. سؤال اخر، سؤال اخر، عذرا على المقاطعه، عذرا على المقاطعه الاستاذ بخروف، عذرا على المقاطعه، سؤال اخر، انت واحد من اولئك الذين يعني عايشوا فتره تسمى بالفتره الذهبيه الا وهي وداديه الجزائريين باوروبا، ما الذي يعني اختلف اليوم؟ أين الخلل فترة ودادية الجزائريين بأوروبا؟ وبعد حل ودادية الجزائريين بأوروبا أصبحت الجالية لا تملك إطار توجيهي سواء للجيل الثاني أو الجيل الثالث من أبنائنا، أين الخلل برأيك؟ الخلل هو أن الودادية نجحت نجاحا باهرا في احتواء الجالية، فكانت المحامي الذي يدافع عن الجالية في يعني في شتى الميادين، في العمل، في كل ميدان، فكانت ايضا المربي. الودادية مضات اتفاقيات بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التربية الفرنسية مثلا على تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية يوم الاربعاء والثلاثاء، وهذا كان يمس تقريب 90% من أبناء الجالية. اليوم نزيد نكمل يعني من إيجابيات الودادية. الودادية كانت تكفل هي شخصيا بإعادة الجثامين، أو كانت يعني كانت اقترحت آنذاك ما كان يسمى بالصناديق المحلية أو يعني للقرى والمداشن وما إلى ذلك. فالودادية هي التي كانت السند لهذه الجالية، هي التي كانت تبعث بأبناء الجزائريين إلى السياحة في الجزائر ويعني اكتشاف الجزائر. يعني حل الجالية، حل عفوا الودادية لم يقوم الجالية، لم يتم تعويض الودادية. أصبح بعد حل الودادية أصبح الجزائريون يتخبطون في من يمثلهم. جاءت يعني محاولات جمعيات ما إلى ذلك، لكنها لا ترقى إلى مستوى اتخاذ القرار. وهذا يعني بقي هذا قلت خلقت فجوة بين يعني ممثلين الجالية وبين صناع القرار في الجزائر، واستمر الحال على يعني هذه الحالة حتى بدأت يعني الأمور تتعفن شيئا فشيئا، وبالتالي أصبحت الجالية تتذمر من كل يعني الشيء. لماذا؟ لأنها بعض الحاجيات التي تضمن لها الكرامة نتاعها ما وفرتها لهاش الدولة نتاعها، مثل النقل طرقت إليه السفيرة وهي مشكورة على ذلك. واليوم يعني نستبشر خيرا حينما نقرأ
أنه طلب لجنة تحقيق في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية لكشف ما يحدث في هذه المؤسسة. أقول هذه أيضا إرادة سياسية قد تطمئن الجالية. لماذا؟ لأن الجالية متشبثة بوطنها ويجب أن تعود إلى وطنها، وأنها يعني جزء من كبير منها في الوطن، أسرهم كلهم في الوطن، وحتى ليس الأسر فقط، يعني حتى الأحباب والأصدقاء والجو الجزائري. أعطيك مثال بسيط، عندما تكون في الخارج تتمنى وتحلم أنك لما يعني تنهي المهمة نتاعك وتأخذ المعاش نتاعك تعود إلى وطنك وتفيد بها ربما أبناء وطنك، وأيضا أنت يعني تجد ثمة أصلك وتجد ثمة يعني ما يمكن أن يعني تنهي به أيامك في كل سعادة وبكل كل فخر بأنك شكرا شكرا الأستاذ بن خروف. شكرا، دعني أشرك ضيفنا داخل الأستوديو الأستاذ بغرارة. سمعت ما قاله الأستاذ بن خروف، خاصة كاين عامل ثاني الذي عمر طويلا وهو مشكلة غلاء التذاكر. الأستاذ بغرارة، هذا العائق حرم أبنائنا من قضاء عطلة الصيف مع آبائهم مع أمهاتهم. يعني إذا كان الشخص مثلا لديه في الأسرة 3 أطفال والأم والزوج، يعني لا يمكنك أن تسافر لقضاء العطلة بأقل من 7000 يورو، ناهيك عن التذكرة أحيانا ما بين 700 إلى 800 يورو، في حين الذهاب إلى دول الجوار والحمد لله النت موجود للتأكد من هذا أحيانا ما بين 40 و60 يورو. أين الخلل الآن في شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي حرمت الجالية من التواصل والزيارة، حتى الأطفال يعرفوا يعني الوالدين الجدود العادات التقاليد، ويبقى هذا الحبل السري إن صح التعبير ما بين الوطن الأم وأبنائنا في الخارج؟ والله حقيقة يعني أنا أعتقد بأن ما كانت تتعرض له الجالية في مجال النقل الجوي أعتقد بأنه يرقى إلى مستوى جريمة، يعني حرمان مواطنين من العودة إلى وطنهم وفرض أسعار خيالية جدا، حتى أن بعض أسعار التذاكر بين مختلف العواصم العالمية على أكثر من 6000 كيلومتر لا تضاهي تذكرة الجزائر التي لا تتعدى يعني 1000 كيلومتر أو 800 كيلومتر بين جنوب المتوسط والجزائر. وبالتالي أنا أعتقد بأن فتح تحقيق غير كافي، وإنما يجب محاسبة كل المتورطين في هذه القضية، وإلا سترقى إلى درجة ابتزاز ونصب على جزائريين في الخارج همهم أو انشغالهم الوحيد العودة إلى الوطن. وهؤلاء يعني أفراد الجالية لا يمكن أن ننظر لهم بأنهم مصدر للأورو أو مصدر للأموال مثلما، لكن يمكن إدماجهم في الحركية الاقتصادية. لو كانت مثلا الخطوط الجوية الجزائرية كانت بإمكانها أو وزارة النقل أن تتفاهم مع قطاعات أخرى وتخصص امتيازات فتح المجال الجوي للمنافسة مثلا، لا هو على الأقل فتح مثلا امتيازات للمهاجر أو للجالية الذي يأتي إلى الجزائر ويقوم بصرف أمواله في البنك على أن يستفيد بتذكرة مجانا تضاهي المصاريف التي يذهب بها إلى السكوار. وبالتالي حتى خطاب رئيس الجمهورية أعتقد بأنه يجب أن يكون لا مركزي، لأنه في نهاية الندوة حضرت 10 وزارات، وهذه 10 وزارات لها ارتباط مباشر مع الجالية، وعلى كل وزارة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تطرح حلولا. مثلا في مسألة نقل الجثامين أنا يعني استغرب من وجود وزارة للتضامن لا يمكنها القيام بمقترحات في هذا الجانب، وإن كان الجالية الجزائرية ضربت يعني أرقى مشاهد تضامن في جائحة كورونا، وهناك الكثير من الجمعيات غير المعلنة التي قامت بالتكفل اجتماعيا وإنسانيا وحتى بنقل الجثامين والقيام بعمليات جراحية. ومؤخرا كذلك من أكبر الانشغالات التي استغربت منه الجالية وشعرت بأسف شديد هو كيفية إيجاد آليات لإيصال التبرعات إلى الداخل الجزائري. في جائحة كورونا هناك الكثير من أفراد الجالية قاموا بجمع مساعدات كبيرة، لكنها بفعل عوامل بيروقراطية ونقص الاتصال تعطلت كثيرا هذه العمليات. الرئيس عندما قارن الجالية بالدبلوماسية الاقتصادية هو يعني هناك جانب مهم في
الجانب الاقتصادي الذي يمكن أن تساهم فيه الجالية بقوة. وأعتقد بأن البحث عن مستثمرين جزائريين يعيشون في الخارج هو أولى من جلب المستثمر الأجنبي، لأن هناك الكثير من المبادرات التي لم تلقى التسهيلات وبالتالي يمكن إدماجها اقتصاديا. هناك جانب آخر فيما يخص التحويلات المالية. التحويلات المالية هي سوق ب 700 مليار دولار في العالم. الجزائر بحكم احتلالها المرتبة الخامسة من حيث عدد الجالية المتواجدة في الخارج، حصتها لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، بالمقارنة مع دول صغيرة من جيراننا تضمن 7.8 مليار دولار، وهو ما يشكل في بعض الدول خاصة التجربة اللبنانية التي يمكن استفادة منها كثيرا. فالجالية تساهم ب 30% من الناتج الداخلي الخام بالعملة الصعبة، وبالتالي فكل هذه المعطيات تحتاج إلى استراتيجية الدولة وإلى أدوات للتسييد وقوة اقتراح، وبالتالي فانخراط مختلف المؤسسات وعدم التركيز على خطاب في السنة، لأن مثل ما تحدثنا ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات عقابية في حق السفراء والقنصليات التي ليست لها أي مردودية، لأن التقييم الذي سيكون بعد سنة ليس للاجتماع وأكل والمأدوبات الغداء بقدر ما هو عرض الحصيلة، وبالتالي ربما على الأقل كل سفارة أو قنصلية عليها أن تتكفل بمصاريفها وتستثمر في الجالية الخارجية. خاصة أن الجالية اليوم وجه الجالية تغير الأستاذ بغرارة، ما مش الجيل اللي راح يشتغل في الأعمال الشاقة وربما أعمال لا يقوم بها الآخر أوكلت لهؤلاء الناس. اليوم لديك كلهم درسوا مثل ما أشار رئيس الجمهورية، درسوا في دول متقدمة، اليوم راهم منتخبين سواء في المجالس المحلية أو الولائية، وهناك من يطمح حتى الترشح للانتخابات الرئاسية ولما لا. لا هو لا هو لا عذرا أتفضل. هو الدول الغربية أو الدول التي تحتضن الجالية الجزائرية هي تربح كفاءات لا توجد عندها فعلا، لأن الجزائري القادم من ثقافة ومن بيئة مختلفة ويتأقلم سريعا مع بيئة أخرى أكيد بأنه سيقدم أكثر من الكثير من الكفاءات المتواجدة محليا. وسعادة السفيرة عندما تحدثت عن المنتخب الوطني، فمثلا المصريين أو العرب يقولون بأن الجزائريين في الجالية لديهم قدرة تحمل كبيرة جدا من أجل خدمة أهداف يعني غير متاحة للجميع. والعودة إلى عناصر المنتخب الوطني، هؤلاء الشباب الذين عاشوا أسوأ وأصعب حالات الطفولة في الضواحي الباريسية ومختلف الدول الفرنسية، وهناك من سافر لوحده، هم من يصنعون أفراح الجزائريين. لا ورغم تلك الصعاب هاجروا من فرنسا وتكونوا في ليفربول وتكونوا في إنتر ميلانو، حتى اليوم نحن نجني هذه النتائج الإيجابية. فهذا كان نضال من الطفولة لهؤلاء أفراد الجالية، وللأسف الشديد يمكن الإنسان أن يختلف معهم لكن أن ينقص من وطنيتهم أو يصفهم بصفات أخرى، فهذا أمر غير محبط. فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة والحدود ألغيت، وحتى الجنسيات انصهرت فيما بعضها البعض لخدمة أهداف راقية إنسانية بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس. شكرا أستاذ بغرارة. أعود إليك الأستاذ بخروف من باريس. في اليوم الثاني كانت هناك مداخلة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير المالية كذلك، تعرض إلى نقطة بأن هناك تفكير حقيقي في خلق بنوك جزائرية في الخارج، لأن المغترب أو الجزائري عندما يأتي إلى الوطن الأم يعني هناك إشكال في غياب مكاتب الصرف. ما تعليقك على هذا الأستاذ بخروف؟ شكرا. هو على كل حال مختص في المالية أيضا الوزير الأول، ويعني الملف هذا مثلا ملف البنك، إنشاء بنك للجالية في الخارج، هذا الملف كان مطروح على الطاولة منذ أكثر يعني من 30 سنة، وكان يعني تعهدات، وكان عدة تعهدات بأن هذا البنك سوف يرى النور يعني في العهد الأخيرة فقط. نعم. لكن للأسف الشديد ربما أعتقد أن هناك كانت محاولة أيضا من وراء من أجل أن لا يرى هذا البنك الوجود. لماذا؟ لأن هناك أعتقد أنه هناك جماعة تستفيد من هذا الوضع، وذلك لتحويل
ما يمكن تحويله يعني رسميا إلى السوق السوداء وإلى النظام الموازي، وبالتالي فهذا النظام الموازي كان يساعد الكثير من الذين يهربون الأموال من الجزائر. فالجالية هل هي التي تهرب الأموال من الجزائر؟ الجالية هي التي تأخذ الأموال إلى الجزائر، وبالتالي فإذا كان أردنا أن نسهل أكثر عملية تحويل الأموال إلى الجزائر وأنها يعني تكون مضبوطة وفق مؤسسة رسمية يثق فيها الجزائريون يوضعوا فيها أموالهم، يعني حتى يعني الصالير الأجر نتاعهم لما يوضعوا الأجر نتاعهم فقط هذا يمكن أن يعود بفوائد على يعني غير مباشرة على من العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية. وبالتالي فأعتقد أنه اليوم الرئيس تبون أشرك الحكومة أيضا العديد من الوزارات، وزارة السكن مثلا، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، والعديد من الوزارات. وهذا ما نقترحه نحن كخطوة فيما بعد عندما ربما نتصل أو يتصل بنا السفارات والقنصليات للحديث عن هذا البرنامج وبالتالي إيجاد وسائل تطبيقه على أرض الواقع. سؤال أخير الأستاذ بخروف، لأن وقت البرنامج أيام دراسية أو ملتقى وطني في الجزائر بإشراك الحكومة وإشراك بعض الجمعيات الممثلين عن الجالية في الخارج كنواب مثلا والجمعيات والشخصيات الوطنية. استسمحك الأستاذ بن خروف، استسمحك لأن الوقت انتهى في 5 ثواني رجاء، يعني الحديث معك شيق ولكن للأسف انتهى وقت الحلقة. سؤال أخير في 5 ثواني، هل أنت متفائل؟ 5 ثواني، الجالية لا زالت تنادي ولا زالت تتمسك بوطنها أيما تمسك، وأنها تدافع عن هذا الوطن حتى آخر قطرة دم وحتى آخر مجهود حتى آخر نفس. إنها أيضا من خلال هذا الإرادة السياسية الموجودة تعيد للجالية إعادة الثقة في بعضنا الفكرة البعض وصلت. ونعمل الفكرة وصلت أستاذ بخروف. الأستاذ بغرار في ثانية كلمة أخيرة. نحن يعني كإعلام سوقنا للخطاب ولن نحكم حتى تمر سنة وسنقيم سواء بنقد لاذع أو بتثمين ربما بعض المكتسبات. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم كرم المتابعة، ولا يفوتني أن أشكر ضيفي الأستاذ عبد الحكيم بغرارة داخل الأستوديو الإعلامي والمحلل السياسي، وكان معنا من باريس الأستاذ محمد مخروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج. تقبلوا تحية الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة، موعدي بكم يتجدد الأسبوع المقبل. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.